لو الواحد حاسس ان مع دخلة الشتاء والبرد انه مكتئب ومش عايز يخرج ومش طايق نفسه وبناكل زيادة، الحاجات دي ايه حلها؟ بصي، هو حلها انك تبقي عارفة، يعني هو فكرة في دايما في الحاجات دي انك تبقي عارفة ان انا عارفة ان خلاص مع دخلة الشتاء انا مزاجي مش بيبقى متظبط وكده، فانا بشتغل على الحتة دي. ايذر بتكلم مثلا مع المعالج بتاعي، او لو حتى كده بتكلم يبقى عندي سبورت سيستم بتاعي، سواء اهلي، الناس اللي صحابي، الناس القريبة مني. ابتدي اظبط، مثلا هلعب رياضة، هزود شوية، هبقى مركزة مع اكلي، مركزة ان انا اعمل حاجات بتبسطني بتريحني. يعني برضو طول ما انت مركزة مع نفسك، عارفة ايه اللي بيضايقك وايه اللي بيخليكي مبسوطة، تقدري من اول كده، من قبل ما نخش اصلا، نبقى زي محصنين نفسنا بطريقة ما يعني.